المعرفة قوة، والقراءة معرفة. اقرأ تكن قويا، فلنقرأ لنعرف أن الشرقاطة تقرأ. الشرقاطة تقرأ. حياكم الله. يلا نحيي الضيوف البشرفات، أهلا وسهلا. الفرحة والأمان والحركة رجعت بعد. حياكم الله. الشرقاط تقرأ. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام. الشرقاط تقرأ. حياكم الله. القراءة وعي وضرورة. الشرقاط تقرأ. الشرقاط تقرأ. الشرقاط تقرأ. حياكم الله. الشرقاط تقرأ. حياكم الله. حمورابي يسن قانونه، وآشور بانيبال يقول كلمته، والنصوص اليوم خرجت لتقرأ نفسها. آشور كات تقرأ. الشرقاط تقرأ. ها هي آشور تستعيد روحها الأزلية بالقراءة. اقرأوا لنرتقي. انتظرونا يوم السبت 21/9 مهرجان القراءة والفنون الأول في قضاء الشرقاط، وحياكم الله. الكتب هي الآثار الأكثر بقاء على مر الزمن. الكتب هي ثروة العالم المخزونة وأفضل إرث للأجيال والأمم. وحب المطالعة هو استبدال ساعات السأم بساعات من المتعة. في سنته الأولى يعد مهرجان القراءة والفنون الأول في الشرقاط حركة ثقافية متجددة، مشرعة أبوابها أمام محبي المطالعة، مع ذكرى يوم تحرير القضاء من براثن قوى التكفير والظلام. فألف تحية إلى الأبطال في قواتنا المسلحة. ذكرى على مساحة الشرقاط كلها، ومحافظا على تراثنا الإبداعي، ومساهما في تربية الناشئة والفلكلور الشعبي في أبهى صوره، متناغما مع ريشة رسامي الشرقاط وهي ترسم بأناملها لوحة الأمل. شكرا أكبر لإنجاح هذا المهرجان، والشكر موصول إلى رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وإلى كل من ساهم فيه ودعم. ورحمة الله وبركاته. في البدء حملني البغداديون وكل أصدقائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحياتهم لكل أهل الشرق، وفي نفس الوقت أشكر الكرم اللي من لدن أهلي هنا منذ اللحظات الأولى لدخول الشرقاط قبل شهرين تقريبا. مهرجان القراءة
في الشرقاط يأتي مع 28 مهرجان أقيمت في كل المدن العراقية. ما أخفيكم سر أن هذه المهرجانات أتت بنتائج إيجابية. ثقافة الأطفال، كل هذه الأجناس الأدبية والفنية تخلق مجتمعا مثقفا. أظن بإشاعة الثقافة وتوسيع دائرة المعرفة نواجه الإرهاب بكل أشكاله، كما نجحتم مع الجيش والشرطة وفصائل الحشد في الانتصار على داعش. عسكريا علينا أن ننتصر على داعش ومن يحتمي به ومن يمتثل به عن طريق الثقافة وعن طريق إشاعة ثقافة القراءة. مهرجاننا هذا لا يقتصر على القراءة فقط، بل نروج للثقافة بكل أشكالها. زملائي في دور النشر البغدادية وفي شارع المتنبي تحديدا أعلنوا استعدادهم لدعم أي نشاط من شأنه أن يكون بمستوى هذا النشاط. في مدينة الشرقاط، مدينة آشور، مدينة الذئاب، مدينة الأبطال المحاربين، يقام اليوم مهرجان القراءة الأول. هذا المهرجان هو امتداد إرثي حقيقي لمكتبة آشور بانيبال، شمس المعرفة في ذلك الوقت. هذا المهرجان هو حلقة وصل بين ماضي الشرقاط وحاضرها، ماضيها الجميل يوم أن كانت حاضرة الدنيا وشمسها ومركز علمها وثقلها الأدبي. هذا المهرجان أقيم ليقول أبناء الشرقاط من خلاله أنهم يقرؤون، أنهم يكتبون، أنهم بنات ثقافة وبنات حضارة، وأنهم ستكون لهم كلمة الفصل العليا في أدب المنطقة والوطن. كل الأطياف أهلا وسهلا بكم، وتشرفنا بحضوركم الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بدءا أهنئ الشرقاط الحبيبة بعيد تحريرها الثالث وبتخلصها من عصابات داعش الإرهابية القذرة ومن والاهم ومن سار على نهجهم وسار مسراهم. وأهنئ الشرقاط أيضا بامتلاكها نخبة مثقفة قادة استطاعوا أن يقيموا مثل هذه المهرجانات ومثل هذا التجمع الثقافي المدوي، والذي يعتبر صرخة مدوية في تاريخ التعلم والعلم. مهرجان القراءة الأول في الشرقاط يعد صرخة مدوية بالاتجاه نحو العلم والتعلم والثقافة لأطياف المجتمع كافة. لذا أدعو المرأة بالاتجاه نحو القراءة والقراءة المثمرة التي توجهها نحو التقدم العلمي. الآن إلى متعة الشعر، ومع الشاعر القائل: أنا راجع هذا شعارك، والدرب يفزعه غبارك، عند الغروب تركتهم فالليل أجمعه حصارك، ذهب الشتاء ولم تعد وأتى الربيع فأين دارك؟ الذاهب إلى القلب أينما ذهب. دكتور سعد جرجيس فليتفضل مع كثير من الشكر. راق من دروب الموتى يكفي، فأنت قتلتهم وبذرت فوق الزرع رملا، وقبضت قبضتك القديمة وارتحلت فكنت هولا، وتركتنا خلف الحكاية وارتفعت لكي نذلا. يكفي، فأحلام النساء مع الصباح تكون رملا. يكفي، فمن ليل المقابر قد منحت الكون شكلا. بين انتظار الراحلين وبين تاريخ تولى، ستظل تمشي في الدروب ولا نخيل لتستظل. على مر الأغاني وقلنا للغزاة غدا سنبقى، وذقنا بالفتوحيين ذرعا
ورحنا نحرر من الأنهار غرقا ولم نسطع مع الألوان صبرا، فجئنا من وراء النهر زرقا مع الأزرق والعراقي والشرقاطي الأكيد محمد الذي يلبس أزرق بأزرق. تفضل. وزرت كل الأرض كل مدينة، مع كل ذلك لست في الشرقاط. الناس في الشرقاط لا يتعارفون، فطبعهم متشابه الأنماط. لا يطبخون الماء أهل مدينتي، فقدورهم تحفى من الأغلاط. نخشى على شرقاطنا مثل ما يخشى على ألحانه السنباط. في الصيف منها يخرجون أحبة يتعلمون العيش في السيباط، يتمالحون ويدبكون، وهكذا حفظت أغاني العاشقين شطاطي. هي حلم عاشور الذي لا ينتهي، هي وجهنا المعروف في الأوساط. إن لم نحقق حلمنا بلقائها سيصاب هذا القلب بالإحباط. قد تنتهي الأشواط دون نتيجة مقبولة أو دون أي نقاط، لكننا نبقى على أحلامنا. إن الكرات رهينة الأشواط. لو زرت كل الأرض كل مدينة يا راحلا في الريح فوق بساطي، لن تلتقي بمدينة مكتظة بالطيب مثل مدينة الشرقاط. شكرا. الله حيهم الله حيهم. بين تكريته وبين الموصل جنة، أحا يا جنة هلي. اسمها الشرقاط كم غنى لها ميمر يقف أماس الهودلي. وفي يوم نصرها إلى الشرقاط وهي تفتح نوافذها للحمام، إليها وهي التي لا تبالها الكلمات، ارمي سوادك واستعدي يا نخلة نذرت لمجدي، شقي حجابك كل ميت كل حي فيك جندي. يا أمنا ولأن ابنك صار خيط الشمس مهدي، ولأنك الأولى الأخيرة صرت كل الناس وحدي، ولأنك التاريخ ناخت ناقة التاريخ عندي. شرقاط سارية السماء قبل تفوح هوى بخدي، شرقاط يا غضب العراق بنادق نبتت بزندي، شرقاط أخت الهار في قسماتها يختال بردي، شرقاط درب عاشق يمتد من ورد لوردي، شرقاط ريح الله في الإنجيل وفي قرآن جدي، شرقاط دمع الحب حلوى الحرب، فالشهداء زهدي أماه وحدي من يقاتل كل هذا الكون ضدي، وحياة عينك يرحلون وترجعين لتسترفتي أنشودة الأمل القصير، فكل فجر فيك مهدي أماه أدري قد تأخرنا ولكن جاء ردي، أماه ولدك أذنوا باسم العراق يكبرون بكل عهدي، فمن الجنوب إلى الشمال استنفروا متوثبين لكل وغدي، نحن العراقيين صوت النصر في عصر التردي، نحن العراقيين صور الله في شفة التحدي، فاربي سوادك واستعدي يا نخلة نذرت لمجدي. والسلام عليكم ورحمة الله.
مهرجان جامع بما أنه اسم قراءة وفنون، فحضرت إلينا فرقة قرقوش متمثلة بالدكتور والشاعر جميل الجميل. هذه الفرقة التي تغني وتنشد للسلام، ثم أيضا فرق عديدة من صلاح الدين، فرقة شباب من داخل تكريت، أيضا يتكلمون عن السلام وحب الأوطان والدفع روح الشباب نحو كل ما هو جميل. وأيضا الفلكلور الشعبي الشرقاطي الذي يتمثل بالدحة البدوية وكذلك بالتشوبي الشعبية، فضلا عن الشعر الفصيح والشعر الشعبي الذي هو ميراث الشرقاط الحقيقي.
مهرجان الشرقات تقرأ. حياكم الله. هلي كرام النفس والطيب شيملهم، صدور المجالس سهل الديوان شيملهم، الفيم عدهم من الرحمن شي ملهم، هزلين وقت العزل وبجدهم اجدادي، ومعربين الاصل والساس وجدادي، نالوا معانا الكرم قديم مجدادي، سوف نلاقى لك شمشم لهم، سوف نلاقى لك شمشم لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.